سوق السماوة سوق كبير، هذا سوق المزقوق سوق قديم وكبير جدا، هو يعني شقل لك يعني صار له عشرات السنين. بالنسبة للسوق هسه يعني تقريبا حاليا السوق تعبان، يعني الناس كبيع وشراء مو شيء قبل، قبل كان السوق أحسن، هسه الناس يعني بعد كبيع وشراء شوي توقف السوق. أول بداية السوق من هناك سوق الصفافير، وقبله كان يعني قبله بسوق واحد سوق اللحم يسمونه، بعدين صار سوق اكو قباله سوق الشباكين دول مال الصيادين، بعدين تجي اكو سوق هنا مقابل سوق الصفافير اكو سوق النجاجير يسوون بالكراكة والهاي، بعدين تتقدم لهنا عرفت اكو سوق الخياطين قيصرية الخيايط عرفت، بعدين هنا تجي تقدم شوي لقدام هم هذا قصرية الخياطين هسه اللي احنا بيها موجودين مال الخياطين، بعدين هذا الفرع هنا القهوة مال حسين قهوة شا معروفة، لأن ذن الأسواق اللي يعني الفرعيات بالنسبة للسماوة. هسه هذا سوق الجامع هم صار كسوق مال شحاطات وملابس، هم يعني الشغل بيه كله زين، أنا حتى أفضل من سوق المزقوق. والله السوق هذا بعد هو تراف، هذا تراف السماوة، يعني السماوة يعني شو تقول أجمل شيء بيها، الناس لا تيجي تطب وتتونس هذا تتبضع تجي بسوق المزقوف، هو أفضل سوق وأحسن سوق. طبيعي السماوة أرخص محافظة تقريبا بالعراق بالسوق، يعني باقي يعني باقي المحافظات رخيصة السماوة. شنو السبب؟ التصنيع هو يدوي أو لا؟ مو شغل التصنيع يدوي، هي الناس يعني شو تقول تبيع على قد حالها، لأن ما تقدر تعلي الأسعار، الناس ما عندها هاي يجيبون هسه، بس يبيعون اكو شيء بس واحد يشتري واحد اثنين ثلاثه بنهايه السوق، يبيعون دهن حور ويبيعون خاثر وهاي تشتري من عندهم هاي الناس، بس ذن المحلين ثلاثه بقت، يعني باقي المحلات ماكو، بس ان ذنيش تقريبا اخر ثلاث اربع محلات هناك بدايه السوق هم يشترون هاي الشغله، الدهن الخاثر القيمر هاي هم يشترون. هسه كله مو بس القماش، كل حتى سوق الحداده كانوا يقوموا يسوون الكاريك يسوون هاي، هسه قاموا يجيبون سكينه ساطور طبار كله، هسه كله قاموا يجيبونه استيراد ارخص، ما يتعب روحه بعد واحد لان ما عليهن سوق قوي، فقاموا يجيبون استيراد حتى القماش اغلبيته استيراد. Thank you.
بالنسبه استاذي بالنسبه لفصل الشتاء هاي العباء الشتويه احنا رغبه بها نرغب حسب واحد نوع، اكو عبي غاليه واكو عبي مناسبه. وهذا الحجي حميد احنا لنا علاقه به من كان نشتغل بسوريا وبالاردن كمصلحه، هو عنده استيراده مثلا من يروح للنجف او لايران او لسوريا من كان الوضع حالته زين. احنا بوقت الشتاء نجي ناخذ هاي العباء المناسبه، شنو ذوقه واحد يراوينا هو، احنا نعرف مصلحه خياطين كنا، نعرف العباء الغزل والعباء الطبع والعباء حسب مصانع كثيره صارت المصانع، كان بايران اما بسوريا بالاردن. احنا هذا الوقت ناخذ هاي العباء. طيب يلا هاي كوعبي نجفيه غاليه مليون وفوقه، مليون و400، مليون ونص، وكوعبي يسمونها المجر ابو الشهر، مجر بايران ابو الشهر بايران، هاي عبي غاليه راقيه، هاي بالملبوس كل ما تلبسها تتجدد. الشباب كنا نلبس احنا الزي الاحمر بالمناسبات افراح يسمونه مدير، مثل ما تقول مديلات يعني حسب انطباع العشائر. احنا هسه بنعرف العشائر راح هذا الشماغ الاسود والعقال هذا الكبر السن هذا. هم علمتوا ابنائكم على هاللبس هذا؟ والله اكيد احنا نعلمهم للعرف العشائر نعلمهم، بس هو كل من انطباع. اكو موظفين واكو طلاب مدارس يقول لي ابويا انا لا ما تسير الحاله الكبر السن البس مثل ملبوسك. والله انا رجال جياشي من الشنابره واتعنى لهذا السوق، انزل على انطباع السوق المسقوف في كل من وحالته بضاعته. هذا بدي شاديش هم نطلب بدي شاديش، هو زي كويتي خياط كويتي اكو خياط من خياط القدماء، والحمد لله والشكر على كل حال. كانت بالسبعينات بالستينات بالستينات بالسبعينات كانت يعني مو محافظة، كانت تابعة للديوانية للواء الديوانية، كانت صغيرة، كان ذاك السوق الصغير أكبر من هذا السوق، يعني كانت هي الحكومة أو الوالي كان مركزه بذاك السوق الصغير، وناس تجار بيها مثل الحج عبيد الحج إسماعيل، دول ناس قدماء هم اللي كانوا يجيبون البيت العربي الانجليزي، هذول البيوت قديمات يعني هم هذا السوق المسقوف قديم من وقت الانجليز، يعني بالثلاثينات هم اشتغلوا بهذا، بالاربعينات العباء العربيه من الصوف من الجمال ومن الغنم هذا نجي الحلال ناخذ الصوف، كان احنا نجي الحلال بالباديه مالت السماب ناحيه قضاء السلمان، وكان الناس يجي ناس من السماء منا يروحون يجيبون الصوف من هناك يشترونه ويجيبون بضاعه منا الملبوس الخضرات يعني محتاجه بالباديه يجيبونها هنا واحنا نصدرهم لهنا ارخص، يجيبونها من بغداد يجيبون التجار هنا يرخصونها لنا برخص، احنا نروح لبغداد اغلى من هنا. يعني جاي يساعدون الناس يعني الناس هم هم يعني اخذوا طبع العشائر التجار السماء اخذوا طبع العشائر يدرون
حالتهم الماديه مو قويه يعني، يسهلون وياهم ويعطونهم قالوا مثل ما تقول هسه شلون هذا وقتنا بالاقساط، ذاك هم كانوا يعطون للموسم الزراعي للحلال شو وقت من يصير البيع يسهلون الذهب بي الخياطين بي كل شيء بي، هو هذا جمع يسمونه مجمع سوق المسقوف يعني كل شيء مجمعين بي، التجار والصناعيين موجودين بهالسوق، الحرفيين موجودين في المكان هذا والله من الستينات يعني أنا مواليدي 1964 كنت أجي ويا والدي ويا والدتي يعني كنا شباب، بعدين كبرنا على هالشغلة لينا وعرفنا تجار وعرفنا هالسماوة وعرفنا يعني تجارة تعلمنا عليهم لهنا أخذناها نروح ونرجع عليهم. هل قبل تجون يعني أيام قبل ماكو سيارات ماكو بعارين يجون عليها جمال؟ لا احنا لحقنا نهاية الستينات يجون على الخيل تكرموا كان مخلي لها مكان بذاك السوق الطنبلات ويخلونا بها ويطبوا للسوق المسكوف شيابنا واحنا وياه. بالنسبة للسوق المسقوف سوق السماوة الكبير، هو احنا عندنا صوبين، صوب الصغير وصوب الكبير. سابقا كان صوب الصغير كان هو اسطبل للخيول بيام قبل، وصوب الكبير كان هو احد الاسواق اللي تجمع جميع المواد بها، يعني كصائغ الذهب، كأبو الأقمشة، كالنجار، الحداد، كسوق صفافير للعمل القدورة، كان الصفر غير هيك. هسه حاليا تطورت صارت بي أسواق للصيرفة، محلات، مطاعم، كافتريات، جمع السوق هذا يعني من جميع الأقضية والنواحي تأتي على هذا السوق من أجل التبضع بهذا المكان، غير هيك يعني تجمع جميع الطابع الجميل يعني كمحبة أهل محافظة المثنى أهل السماوة وطيبتهم ومحبتهم بهاي المهن. صحيح أكو انقرضت عندنا بعض المهن كسوق الصفافير، بس أكو بعض المهن موجودة لحد هذه اللحظة بهذا السوق. السوق بالنسبة إلي يعني يجمع بعض الناس الكبار بالعمر يعني الموجودين لحد هذه اللحظة، وأكو ناس يعني فارقوا الحياة، يعني هذا السوق يعني يجمع ذكريات كل الجميلة ويجمع بالنسبة جميع المهن الموجودة به. محبتنا إحنا بهذا السوق دائما نجي نتبضع به، يعني أجيب عائلتي أبنائي أجيب أتبضع من هذا السوق، يعني جميع المواد موجودة بهذا السوق فقط. أكو انفتحت مولات، انفتحت متاجر جديدة، بس هذا السوق يجمعنا فتشي جميل وكلش حلو. محافظتنا محافظة الحبيبة اللي هي محافظة المثنى اللي بيها أقدم حضارة في العالم، يعني هي حضارة الوركاء اللي هي تمتد إلى يعني 7000 سنة. أنا أشكركم، أشكر وجودكم محافظتنا، وشكرا إلى الكادر البرنامج الموجود والكادر التصويري والإعلامي الموجودين، تحياتي لكم. Thank you.
هذا سوق المزقوف، سوق المزقوف الرئيسي ذاك الجوة، هذا صار بعدين، وكل شيء موجود بيه. شنو تريده منهم؟ كلهم ناس طيبين، وكلهم تسأل على أسعار، الأسعار هم تسألون عنها، الأسعار تعبانة حيل، يعني كلها صعدت الأسعار. سنة 1964 أنا بقال، وتوسع ذاك المحل البركن، توسع من بيض إلى أجوان إلى لحوم، وانتقلنا لهنا صارت المعلبات وصارت الجير الأجوان. قبل شنو تشتغل؟ هم تشتري الزبيد والدهن الحار؟ لا، بالدهن الحار ما اشتغلت، قمر عرب فضل طب جوا صور القمر، قمر موجود، الأجوان موجودة، جبن كنا نبيع الكيلو بربع دينار، البيض مال العرب، هذا سوق القدم، وهسه خير من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم. طبعا نتحدث عن تاريخ السوق. يعتبر سوق المزقوف من أعرق وأقدم الأسواق اللي موجودة بالسماوة، اللي سكنوا فترة السبعينات والستينات القرن السابق. كان سوق عريق وكبير جدا، وأهل السماوة يرتادونه ومتعودين عليه، أنه هذا من معالم الحضارية اللي موجودة بالسماوة. احنا يعني نواكب الحداثة والتطور. صار هسه المحلات، محلات الكوزمتيك، هي سابقا كان اسمها العطارية، اللي تجي الناس للعطار ياخذون من عنده الصابون والشامبو، مستحضرات اللي يحتاجونها مثل الديرام، هسه صارت اقلام الحمرة، صوابين انواع، والشامبوات مختلفة. فاكو حداثة واكو تطور بالموضوع. بقت المحلات القديمة موجودة، بس واكبتها الحداثة والتطور اللي موجود، ما يرهم بعد يبقى بس على السابق، لازم يعني يندفع نحو الأمام ويواكب الحداثة اللي موجودة ويجيب كل المتعلقات اللي موجودة بالأسواق. كيف هاي المهنة؟ يعني احنا هاي المهنة استورثناها من أبا عن جد نشتغل بيها، وهواي من المحل، هواي من ناس عطارية كان الأصل وبعدين حولوا المحلات كوزمتيك، لأن العطارية صارت مهنة قديمة والحداثة، لأنه يعني الكوزمتيك صار فشي جديد ومرغوب والشغل به مطلوب أكثر. سابقا كان موجود يعني العطار يعني شغلته مهنيه 100%، انه ماكو مواد كيميائيه. هسه حاليا حتى المواد اللي يستخدمها العطار هي مواد مصنعه مختبريا، يعني يقول هذا انا جبته من العطار، بس هو يدخل بيه تصنيع مختبري، يعني صار مواد كيميائيه.
فاعتقد انه العطار بشكل حقيقي ما موجود بهالوقت هذا. يعني الزيوت الطبيعيه طبعا استخلاص الزيوت الطبيعيه زيت الكتان اللي هو سنادر الوجود اصلا، زيت الجوز، التوابل الهنديه اللي كانت تجي عن طريق البصره، هاي اغلب المواد اللي استعملوها بالطب وبالامور المعيشيه الثانيه، مثلا نكهات الطعام، تغيير نكهات الطعام او تجميل البشره، كانوا يستعملون هاي المواد. هسه حاليا هاي المواد تحدثت تطورت، يعني مثل كل الانظمه اللي موجوده انه يجيها تحديث بالانظمه مالتها ويصير في شيء مطور. يعني احنا حاليا صار لنا بهذا المكان، هذا السوق مالتنا، اكثر من 15 سنه، وكنا قبل لا بمكان ثاني، كنا قبل بمكان ثاني كان محل صغير يعني متوارثين عن ابائنا، والحمد لله يعني صار تطوير بالموضوع وانتقلنا لمكان ثاني. رغم ذاك المكان ما عفناه، يعني بقى موجود يعني باعتبار الاصل. حسب حركه السوق وحسب توزيع الرواتب، يعني مرات نشوف السوق قوي والحركة قوية خصوصا أيام الجمعة، ومرة ثانية لا تكون الحركة ضعيفة. يعني يعتمد على الراتب، توزع راتب الرعاية أو المتقاعدين تحرك السوق. بعد هاي الفترة أيام قليلة يرجع السوق مرة ثانية يفتر ويهدأ حسب احنا اختصاصنا، هذا مهنتنا اللي هي كوزمتيك. يعني وقلت لك فتصارت بيها حداثة وتطور. شخصياً أنا تعبت على نفسي وطلعت هواي بلدان ودخلت هواي دورات في سبيل أخذ المعلومة، والحمد لله بعد ما أجيت المعلومات قيمة قررنا نفتح أنه دورات ونوصل هاي المعلومات لأكثر عدد من الناس، نفيدهم بيها أنه معلومات مجانية نعطيهم، والدورات اللي نقيمها مجانية تخص مهنة الحلاقة والتجميل، صالونات الحلاقة، كل المعلومات اللي جبناها من البرازيل ومن إيطاليا ومن عدة بلدان متطورة بمجال الموضة هي معروفة، فدنا بها، حاولنا نفيد بها المجتمع اللي موجود ونوصلهم الحداثة اللي وصلوها بقية المجتمعات. اشتري مثلا يعني الغذاء الملابس، مثلا اشتري جاكيت، اشتري نقاط، اشتري عبايه، اشتري عقال، اشتري شماغ، ها عيني، اشتري مثلا ملابس لعيالي نسائيه، مثلا تو كانوا اشتري احذيه هاي اشتريها، خلصت الامواج الغذائيه تعرف مثلا ناخذ الشاي، الشكر، الطحين، هاي الرز، اي يصنعون المناجل مال الحصاد، يصنعون الفاس، يصنعون الشاكو، يصنعون السكاكين،
يسألون هاي مالت النخل الكرابة التبلية هاي بسوق المسقوف موجودة. والله اشترينا قبل على دور أجدادنا وأمهاتنا كان احنا عندنا جدر هذا الصفر ماكو نطبخ بيه التمن هذا، هسه الأمور شوية تطورت حتى من نرقد من النار ناخذه وين للصفار يبلش بيه لحمة ورتبة ويجيب عندنا. أنا سنة صغير أروح ويا أمي الله يرحمها تطلع عمرها أجري هذا السوق، وكانوا شياب هم يعني يعرفون يعني صفارين، لما يصير بي شيء هذا الجدر يا مال الطبخ يربها يسميها يربها ها يعني يطلعها لبارك طالع من الشركة. سوق السماوة هو هذا سوق السماوة اللي شفتوه اللي تفضلتوا به أنتم، معارض مال غرف أثاث مفروشات زين. القدم كان قبل على السوق العراقي، يعني أفضل شيء كان عندنا السوق العراقي اللي هو خشب النجار العراقية. أي هسه لا صار توجه الناس على الاستيراد أكثر شيء، وأغلب شيء يعني التركي، يعني السوق اليد العامل العراقية بعد انتهت صار كله على المستورد. اما على الاسبقيه والاقدميه، الاقدميه بعد هي عن ابو جد زين، احنا توارثنا عن ابو جد والحمد لله والشكر مستمرين بهذا العمل. اكو مشاغل للنجاره بس اللي تستخدمها الناس يعني مو الزواج البدائي، يعني كاللي عنده مثل ما تقول قلت لها عند اطفال وكذا ياخذ النجاره العراقيه اقوى من النجاره التركيه، كفتح كعمل كنقل اقوى من الغرفه التركيه. قبل كان ما ياخذون عنه مثل ما تقول غرفه كامله، لا قبل عندهم اللي ميز نضد يسمونه بوفيه، الميز النضد يعني هو نص كنتور مو كامل وشربايه بس ومرايه مال حرس، وانما هسه لا صار اخذ الغرفه التركيه الغرفه العراقيه وياها معرض وياها ملحقاتها يعني اضافيات هواي اكثر بها صارت. كان 4 قطع هسه لا 9 قطع 11 قطعه هذا الفرق من قبل وهسه. اذا تحكي على اسعار قبل، اسعار قبل بسيطه يعني اللي الغرفه 1.25 مليون بالزايد، هسه لا اقل غرفه اذا ما تعدلها تعدلت 1.2 مليون الا 100، والسبب ارتفاع الدولار، يعني اي عمله صارت بالدولار، حتى الخشب العراقي اللي تحكي عنه سابقا وهسه هم صار على الدولار، يعني العمله العراقيه انتهت وهذا السبب اللي ارتفاع السوق. محبتي بهذا المعنى بعد احنا توارثناها بعد ما عندنا غيرها، ما تقدر تشتغل غير شغل، انت بعد من طفولتك انت مشتغل هذا الشغل، ما تقدر تشتغل غير شغل كمخيلتك او الفكره اللي ببالك هو بس نجار، يعني ما تقدر تشتغل غير عمل او غير مهنه، يعني هسه متوجهين على غير مهنه ما اقدر اشتغلها لان مو اختصاصي. هنا أنا كل من اختصاصي اغلب السوق توارث، ما عندنا مثل اللي جاي من خلف الكواليس ماكو، اغلب المهن اللي موجوده بالسماوه تحديدا يعني بالسماوه هي توارث من كل المهن، ما عندنا يعني جاها من قولتها من التالي، لا ما عندنا من التالي كلها على ابو جد. من اقول لك يجوز هسه لا تحكينا عن الاقصاد، السوق 80% تحول على الاقصاد كموظفين وكيكارت، قلة النقد لين سيولة ماخر 80% اقساط. اذا تحشيل عن ديون بعد ما حد قرر ينطي ديون، لان تعرف المكاسب صارت قليلة بطالة هواية، فنلجأ للاقساط ما عندنا غير هذا العمل، بضمانات نشتغل اقساط.
أنا وعيت الدنيا لقيت هذا السوق، كان أبو جدي هنا، كان هاي الإحدادة، سوق الإحدادة. هسه صار السوق كله تزيير، بالثمانينات إجت شوي هنا بسوق الإحدادة، لحقت على المناجيل، رحت على الكراكة والمساحي. هسه صار كله تزيير هذا السوق، كله صار من برا. شغلنا يعني مو ذاك الشغل مالتنا، شغلنا قمنا نشتغله الشغلات البسيطة، المجيل، الكرك، مسحة، طبارة، لن يشتغلن. فعيت للدنيا ربط نسوي احنا، كله عراق كان، هسه لا صار كله صيني، شغله كله صيني. وعيت للدنيا كنا نشتغل ذني، هسه بالألفينات صار كله تزدير. صنقلن هاي بهذا الشغلة، جدي كان يشتغل بهذا المحل، هذا أثري قديم. هو جدي استلمها، بعدين جدي وجا ابوي، وبعدين انا استلمتها. وان شاء الله ولد ولدنا يبقى على هاي الشغله، تبقى يعني تبقى على حطتها، بس مو ذاك الشغل. يعني الشغل شوي شوي قام يموت. احنا هسه سوقنا مو ذاك الشغل، يعني صار كله عندي شايه ذاك من ذاك، اللي عنده سكه مال النخل، المنجيل وشري، الشغلات البسيطه احنا قاعده نزقها، يعني تدري شايه صار كله تزرع مع شغلنا. سوقنا مو مثل قبل، يعني ما شغلنا قل، يجون على شغلات بسيطة يجون عليها نشتغلها. السوق هذا كان تسعينات ثمانينات حلوة، هسه لا، من على السوق صدام انتهى السوق. يعني قلت لك انتهى، صار كله تزدير، صار يعني شغل تعبان، مو شغل. حلوات كانت بالتسعينات ثمانينات شغله حلوه، يعني ما نقعد، يعني ما نجي تحك راسه ما نقدر. يعني انا مواليد 68، طلعت بالثمانينات، هذا سوقنا سوق العزيز، هذا كانت كله محلات. هسه بنت حسينيه بقينا كم محل بالسوق، هسه احنا نشتغل لازم شغلتنا على هاي رنه حلوه. يعني شنو نقعد نسولف في الضريه، مات اذا ماكو عمل يعني نقعد نسوي كباريه، قعد وياهم ويا باهاتنا ويا جيراننا الاحجاده، نقعد نسولف نذكر ايامنا وسوالفنا. هسه لا انتهت شغله، راحت شلون غرضت، مرت السنين يجوز تنقرض هاي الشغله. يعني هو بالنسبة لهذا السوق يسموه سوق الحدادين، معروف قديم، يعني من زمن أجدادنا. أنا جدي كان حداد، ووالدي هم كان حداد، وإحنا جينا على المصلحة هاي.
وهذا سوق قديم يعني تقريبا حوالي فوق 100 سنة أكثر. تعرف ناس اللي كانوا يشتغلون به بالبداية قسم ماتوا وهسه أولادهم وأحفادهم موجودين. وهو سوق الحدادين مختص شغلات اللي تنباع على الفلاحين على عمال البناء، عرفوا حتى البيوت يحتاجون الشواي ويحتاجون السوباية ويحتاجون الشغلات اللي بالمنزلية هاي منقلة. وأنا أكثر شيء تعاملنا مع الفلاحين يحتاجون للزراعة بالنسبة للمسحاة والكرك والمنجل، وهي شغلتنا موسمية تقريبا. كل إنسان يعتزم مصلحته سواء كان حداد أو نجار أي مصلحة، هو يعتزم مصلحته ويحبها ويحب يخدمها ويحب يطورها، عرفت ولا؟ بالنسبة للمصلحة مالتنا احنا كحدادين ورثناها من جدنا ووالدنا واحنا جينا، يعني المصلحة يريد لها تنمية ويريد لها تطوير. وهسه احنا قبل يعني كنا نشتغل بيدينا، يعني ماكو كان استيراد مفتوح بالصورة هاي هسه يعني هسه اللي هسه بالوقت الحاضر كانت المواد شحيحة يعني بصراحة، والتصنيع هو تصنيع محلي. قبل كانت كورة وشغل يسوون السكينة ويسوون المنجل ويسوون الهيم، هسه لا كله صار مستورد. يعني انت متصنع حاجة فرق الأتعاب، يعني اما تشتريها حاضرة يعني تحملها في الأشياء بسيطة وتبيعها. يعني بالنسبة للتصنيع المحلي انا برأيي افضل التصنيع اليدوي افضل من المستورد، لان المستورد هسه تعرف غياب السيطرة النوعية على الحدود تطلب مواد يعني مخشوشة ومواد تقنيتها يعني ركيكة، مو مثل ما تصنع هنا. هنا تصنع يعني هو بالمصلحة، إذا هو بالمصلحة يصنعها بصورة صحيحة سواء كان المنجل أو المسحاء أو أي. أنا ولدي كلهم بالكليات الحمد لله والشكر، عندي ولد بهندسة النفط وعندي ولد بكلية الآداب وعندي ولد بسادس أدبي هسه وعندي ولد بالثالث متوسط. أنا شلون يقول لي أكلوا شلون زرعوا فأكلنا، نزرع فيأكلون. إحنا هم يعني ما أريد يعني إحنا قبل يعني تعرف النظرة القديمة تختلف هسه عن النظرة الحديثة. هسه الناس اتجهت للدراسة واتجهت للعلم، قبل إحنا أبائنا صحيح ما كانوا يهتموا ذاك الاهتمام، هسه لا إحنا قمنا نواكب يعني السلام عليكم السلام ورحمة الله، نواكب يعني الناس اللي ويانا اللي هم وصلوا أولادهم وصاروا مهندسين وأطباء وهذا. ويعني أنا بنظري أنه يلتفتون للدراسة أفضل مما يجون لها المصلحة. صحيح هي المصلحة تراثية ولازم يعني تتطور ولازم تطول، لكن الدراسة هم أهم أنا برأيي. كل مجتمع يريد عنده أحزان وعنده أفراح، فمن أحزانه يجي للسوق، والأفراح يجي للسوق يقتني، وهذا يريد يتزوج وهذاك. فهذا السوق عموما كان السوق الرئيسي، السوق هذا ما كان مسقوف، وهاي القاع كانت ما مبلطة. فمرت الأيام والسنون، عرفت شلون، والناس عايشة على هالمستوى هذا. هذه المنطقة هي ميناء، هاي ميناء بيننا وبين السعودية، عرفت شلون، لأنه هاي مدينة حدودية وهاي بيها كل الخيرات وحتى نفط بيها. Thank you.
هذا السوق قديم جدا جدا جدا، عرفت شلون؟ بقدم كانت الحكومات توالت الامويين العباسيين المغول والتتار، بعدين شنو العثمانيين، اجوا العثمانيين بعدين اجوا وراهم الانجليز، ها واجوا وراهم الاقطاع واجوا وراهم شنو الملكيه والجمهوريه والاشتراكيه، الاشتراكيه وبعدين اجت الديمقراطيه. على هاي السلسله مرت العهود كلها على هالمكانات هاي. وهذا هسه لو تقول هذا السوق اقول لك هاي الناس اللي ماتت بي، وهاي اللي ورثته، ناس راحت وناس اجت. بال 2001 مر احد المسؤولين استوقفته انا، قال لي عندي شغل، لحقته قلت له ابوي هذا حضاره المدينه، فشوف هذا تشينكو وقع منا انا على راس واحد شق راسه، كان هذا ميط وكانت هذا كان ناصي، فكان واحد تكريتي قال يابا صار خير. فذاك الوقت امر المحافظه اللي يسوي لنا هذا الجملون يصير يحفرون دنق بكل باب. بعدين قال هذا راح كل واحد يبني محله بدون اجازه المحافظ على ذاك، ها فسوانا هذا التشينكو وهذا الطابور وهاي الدنق من فلوسنا وسوانا مقرنص. والله قال نشتري ملابس من هناك من الجراج، جاي اشتري ملابس من هناك الولايه. اي والله ولك ماكش زين مثل شنو نتعامل ويا الاولاد، يعني من جدي لابوي ليه صرفناها هاي، واللبسها احنا ما نتركها ان شاء الله ما نتركها من هنا لما نتي احنا واولادنا نفس الحاله. انواعكم مثلا يعني نوع زين يعني عندك مثل هذا ب 50,000، مثلا نوع عندك ب 25,000، مثلا نوع عندك ب 100,000 هالشكل. والله اي مثل دشداك وستره مثلا 100 175 70 ورا قد كميه فلوسك هالشكل، كلها خارج السماوه ماكو مناسبك كذا يقول لك مستغله هنا بالسماوه، كلها مستورده هاي البضاعه عندنا، كان دشداك مستورده اللي قال مستورد كله. الشباب يلبس احمر والشايب الكبار الكويت سن يصير مثل مواليد 45 يحب الشماغ الاسود. كل محافظه تختلف عن محافظه، الناصريه تختلف عن السماوة تختلف عن كربلاء هالشكل، يعني محافظة يعني السماوة اللي بس عقالها من هذا الصغير. أنا من 75 بال 75 76 بديت اجي هنا ابن الزوج، فهسا كل فتره كل شهر ونص اجي هم اشوف ابني جهاله، وهم ابقى لي 5-6 ايام واروح. فالسماوه حلوه بصراحه، حلوه يعني بصراحه السماوه يعني رهيبه، لان اهلها يتعتبون أهلها ناس طيبة فقيرة، بس مع الأسف الدولة هاملتها ما بيها خدمات.
سوق السماوة من رأس شارع حسباته هذا للشرق، من شارع باته لفوق للسيليمة ذي كانت القديمة، هاي علاوي وخانات مال شعير وطعام والسوق، بس هذا السوق عمار حد السوق لنا، وفوق من السيليمة أكو يم السكة مال القطار حد السماوة هنا، وبيتين ورا السكة يسمونها الشوصة، تمام الشوصة بيتين كوخ، هاي حد السماوة هنا، هذا السوق مال السماوة. وهناك يعني جميع الأغراض مال شيشان الله يرحمه، حسين سلطان هنا مبسط لأنه يبيع الأدوية، كريم أبو تنك الله يرحمه صيدلي، يعني هو مو صيدلي بس هو اللي يبيع الإبرة وهو يبيع الحب، ماكو غير هذه السوق. والثلاث شغلات هي بالسماوة كانت، هل السماوة عندهم شغل بالطين يشتغلون عماله بالحلال، وشغل بالحلال مربحانيه، وشغل فلالي حدا من شغلات اهل السماوة، بس انا اللي حكت عليها. سابقا تجي ايام المواكب حلوه عربي، تجي أيام المواكب يطلعت الناس مواكب وفقرة على رسلها، نصعد للسطح قبل هيك الناس يعني ماكو شيل مال، ما شيل مال جذوع، ماكو فلج فلاجة، فلاجة ماكو، كهرباء ما عندنا، تلفزيون ما عندنا، ما نعرف التلفزيون شنو، راديون يمكن أكو أربع راديونات، واحد عند حسوني بالباشا هنا هذا الصندوق كبير، وأكو عند الزناقين راديون. هاي نصعد فوق للسطح نام، نبرد الشوربه والرجيه والشربه،